وقبل ما نروح للأجواء، النهاردة 2 أغسطس، يعني بيبقى ميلاد واحد من أساطير الإدارة في مصر، واحد من الرموز النادي الأهلي، واحد من الناس اللي اتعلمت منها كتير على المستوى الشخصي، كيفية الإدارة وكيفية إدارة الأزمة وكيفية التعامل مع الأزمات وكيفية التعامل مع اللاعبين والأجهزة الفنية، كيفية الفكر المستقبلي، كيفية مواجهة الأحداث، كيفية إن أنت تتعامل مع الموقف على حسب تقديرك للموقف وبما يتناسب مع الموقف نفسه، لا تكبره ولا تصغره، كيفية التعامل مع المنافسين، كيفية التعامل مع الإعلاميين، كيفية التعامل في إدارة المنظومة ككل. واحد من الأساطير في الرياضة المصرية والإدارة المصرية بالتأكيد هو كابتن حسن حمدي، اللي النهاردة عيد ميلاده 2 أغسطس. ألف ألف، أو مش ألف بقى، كل سنة وحضرتك طيب كابتن حسن. زي ما أنا قلت، واحد من الناس العظماء في عالم الإدارة، في عالم إدارة اللعبة، وفي عالم قيادة النادي الأهلي. كل سنة وأنت طيب بالتأكيد كابتن حسن حمدي. شوف تقرير خاص بكابتن حسن حمدي، وكل سنة هو وانت طيب كابتن حسن مرة تانية، ونشوف تقرير ونرجع تاني مكملين معكم. طيب حسن حمدي، حسن حمدي بيلعبها حلوة ويديها لشريف يطفوق.